ولكن لماذا لا تذكر القديسات او الشهيدات في المجمع المقدس؟ بتنوب عنهم القديسة مريم. المجمع المقدس هو يقصد مجمع الاباء في القداس يعني، مش في المجمع المقدس يعني. مجمع الاباء في القداس كان هدفه ان يذكر ابطال الايمان واباء الرهبان الاول. لكن لو حب يذكر كل اسماء الشهداء والقديسين مش هتخلص الحكاية دي، مش هتنتهي. نبتدي نقرأ السنكسار كله من اوله لاخره. ومع ذلك شهيدات كثيرات وقديسات كثيرات مذكورات في التسبيحة الكاهنية، موجود كتير خالص، وفي التسبيحة اليومية موجود. معلش يعني السيدات ان لم يذكروا على الارض بيذكروا في السماء، واللي وضعوا الالحان بالرجالة برضو ما قدروش يتخلصوا من انهم رجالة لكن مع ذلك في التسبحة في اسماء سيدات كثيرة جدا في التسبحة. بس في مجمع الاباء زي ما بقول لكم اتكلموا عن رؤساء الاباء في الايمان.